السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حذرت مصالح الأمن الوطني لولاية الجلفة المواطنين من التعرض للاحتيال من قبل شخص يدعي صفة طرف الجيش للنصب على ضحاياه. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. وجهت صفحة رسمية للشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك نداء للجمهور قصد تحذيرهم من التعرض للاحتيال من قبل الشخص والمدعو بن خرفية مسعود والذي ينتحل صفة طرف الجيش للنصب على ضحاياه وإيهامهم بالتوسط لهم قصد توظيفهم مقابل مبالغ مالية هامة. وفي هذا الصدد دعت مصالح أمن ولاية الجزائر كل شخص يكون قد وقع ضحية لسالف الذكر أو تعامل معه شخصيا التوجه إلى قاضي تحقيق لدى محكمة الجلفة الغرفة الثانية من أجل تقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة أو التقدم إلى أي مصلحة أمنية عبر تراب الجمهورية لتبليغ عن مكان تواجد هذا المعني.